السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني. قناة السودان اليوم، السودان ديلي على اليوتيوب. ندعوك للاشتراك والانضمام الينا وتفعيل زر التنبيهات ليصلك كل جديد. تصل اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني مساء أمس الأربعاء وحتى صباح اليوم الخميس 10 ديسمبر 2020. تنويه: أسعار العملات ليست ثابتة أو مستقرة وتختلف من تاجر لآخر خلال اليوم، فرج الانتباه عند التعامل. الدينار الكويتي 710 جنيه، الدينار البحريني 560 جنيه، الريال العماني 556 جنيه، الجنيه الاسترليني 323 جنيه، اليورو 308 جنيه، الدولار الأمريكي 261 إلى 263 جنيه، الدينار الليبي 73 جنيه، الدرهم الإماراتي 70 جنيه، الريال القطري 71 جنيه، الريال السعودي 69 جنيه، الجنيه المصري 16 جنيه. لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقعنا والتكرم متابعتنا على صفحة الفيسبوك، ستجدون جميع الروابط أسفل وصف الفيديو. شكرا لحسن المتابعة.